العرق يا ابو القلب سامحني اجي هون ما تخبر كثير بدي اعتذر كثير كثير من الشعب العربي لانه طلعت كتفي مبين بدي اقول لكم شيء كثير كثير مهم انه انا مبسوطه كثير كثير معكم كنت هلا اسوق الحميديه كنت عم جيب جوز وراجل فستق حلبي وبندق لدعمت عيد الفطر عيد شو اسمه الاضحى كل عام وانتم بخير يا ابو القلب شو هلا بدي غني ما بعرف ايه اصلا بنتمنى انه نسمع صوتك الجماهير كلها بتحبك رح غني ما بحبش حب اللندة العالم بدها تسأل عرابك أو الشخص الملهم لإلك اللي خليكي نجمة مين هو؟ يا أبو العلبي طارق العريان طب أصالب بدنا تخبرينا هلا طارق العريان هل هو تغير من جهتك؟ ليك طارق العريان ما تغير طارق هو طارق بالبيت طارق برا البيت طارق بالكواليس طارق بس بالتحس بكون عريان بفهم هالشي هيدا يا أصالة لكن بس بدي نسألك سؤال أخير رحتي على مصر لما رحتي يا أصالة على مصر تغلبتي؟ ليك أنا ما بحكي غير شامي لأنه ارتنتوا عن بابا الله يرحمه هلا أنا لما رحت على مصر ما عرفت أحكي كثير شغلات لأنه أنا بحكي شامي وهن بحكي مصري مرة إجي على بالي آكل شعر البنات رحت على صاحب البقالة عملت له هيك لأنه ما بعرف أحكي مصري عم فهم إنه أنا بدي شعر البنات أعطاني شعر البنات ثاني يوم كان جاي على بالي لحمة عجل فخذ رحت عليه كشفت له عن فخدي عم هو فهم إنه أنا بدي فخذ أنا ما بعرف أحكي غير شامي لأنه ثالث يوم كان جاي على بالي صدر رحت عليه كشفت له بقى كشفت له عن صدري هو فهم إنه بدي يعني لحمة الصدر وأعطاني إياها مرة كنت قاعدة أنا وفروقة وأنا قاعد وأنا بتروقة إجا عبالي بيت وكان عريان انت أخذته معي ورحنا على صاحب البقالة مع بعض لك لا يروح فكر ولا بعيد لأنه بيعرف يحكي مصري